Tabshoura سليمان, a digital tools expert from L.A.L, Lebanese alternative learning. هالفيديوز كلهم هن جزء من المدرس project, ومن خلاله رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على classroom screen. Classroom screen هي tool نستعملها لإدارة الصف بطريقة أفضل إن كنا عم نعلم أونلاين أو عم نعطي الدرس بالمدرسة. وفينا نستخدم classroom screen كwhiteboard وكأداة تنجذب التلاميذ وخلين يتفاعلوا معنا بالصف بطريقة أحسن. خلينا نشوف كيف. أول شيء بنعمله بنفوت على www.classroomscreen.com. عنا خيارين, يا أما بنعمل launch للسكرين وفينا نستعملها مرة فحيلا شيء بنعمله عليها ما بينعمل له save, أو فينا نعمل sign up for free بيصير عنا account. رح نعمل sign up, فينا نحط الإيميل تبعنا والpassword, نكبس على I agree, أو فينا نعمل sign up مع جوجل. هيك بنكون فتنا على classroom screen. قدي حلو الباكجراوند اللي حطينا, في منا كتير backgrounds مختلفين وحلوين رح فرجيكم يون بالفيديو. هلأ منفوت على هوم. أول شيء فينا نحط قد ما بدنا شاشات, وفينا نعمل قد ما بدنا polls و group maker, هو رح نحكي عنهم خلال الفيديو. بس بالأول رح نكبس على personalize, بدي فرجيكم انه فيكم تغيروا اللغة. سو فيكم تنقوا اللغة اللي انتو بدكن اياها, وبحالتنا رح ننقي اللغة العربية بس تفرجيكم كيف بتبين التول بالعربي. سو كل هول اللي تحت, تقويم, ساعة, ساعة التوقيف, أضواء إشارة المرور, كلهم ببينوا بالعربي إذا أنت بتعلمي أو أنت بتعلم عربي. هلأ بنرجع منفوت على personalize, منلاقي أنه عنا شيء اسمه name lists. So إذا لأنه نحن عنا account منفوت منكتب أسامي التلاميذ, ساعتها كل مرة منفوت على هيدا الحساب تبعنا ببين أسامي التلاميذ, ما منضطر أنه نرجع نعمل ليستة جديدة للتلاميذ. نكبس على reopen screen. مثل ما شايفين هلأ رح نكبس على background, رح ننقي الباكجراوند اللي نحن بدنا اياه, وعن جد كل باكجراوند احلى من الثاني, وفي حوالي 35 باكجراوند, وفي منهم بيكونوا انيميتد, يعني رح نشوف هلا مثل عن انيميشن, وفينا ننقيهم حسب الموسم اللي نحن فيه. مثلا اذا كنا بالربيع فينا ننقي هيدي, او فينا ننقي حتى هيدي. فيكن كمان تحطوا لون عادي بالباكجراوند, او حتى فيكن تكبسوا على الويب كام. So إذا أنتوا عم تعطوا السيشن أو الساعة أونلاين, فيكن تستعملوا classroom screen وتبينوا كمان بالفيديو بنفس الوقت بالشاشة. في عنا شيء اسمه random name. So إذا نحن عم نعطي السيشن أونلاين وبدنا ننقي تلميذ عشوائيا يجاوب, أو حتى نحن بالسهو بدنا ننقي تلميذ عشوائيا يجاوب, فيها نكبس على random name. already الليستة تبعيت التلميذ عاملينها, so دغري هي السكرين لحاله بتنقي اسم تلميذ. وفيني كمان مثل ما فرجيتكم هلا تقدروا تعملوا كذا random name بنفس الوقت. اذا بنكبس على settings كمان مثل ما شايفين ببين عنا كذا option منا انه نقدر نغير اللون. هلا في عنا كمان dice يلي هن بيسموهن الزهر. سو الولاد اذا عم يلعبوا لعبه بالصف بحيلا اعمار, ما ضروري بس للصغار, وما عنا زهر بالصف, فينا نستخدم كمان زهر اللي موجود هون. وفينا اذا هن عم بيشتغلوا بمجموعات وكل مجموعه بدهم يشتغلوا على يستعملوا هذا الزهر, فينا كمان نفتح كذا وحده مش بس وحده. وفي عنا 1 دايس, عنا 2, عنا 3, يعني عنا زهر 2 و3. هذا الساوند ليفل كتير مهضوم وكتير حلو. ليه؟ لأنه هو نسبة الصوت, إذا بدكن نحن مننقي قديه بدنا نسبة الصوت تكون حساسة أو لا, وقديه بدنا فيهم يعملوا ضجة بالصف. لما بيتخطوا هيدا الضجة بتغير لونه للأحمر مثل ما شايفين هون. سو هيك دايما التلاميذ هنا وعم يشتغلوا بالصف فيهم ضلوا منتبهين, لأنه لما تصير حمرة يعني لازم يخففوا ضجة. هلأ عنا الميديا. إذا أنا بدي أعمل نشاط وبدي أحط كتير أشياء يستعملوها التلاميذ خلال النشاط, فبدل ما أحطهم بمختلف المحلات فينا أحطهم كلهم على classroom screen. يعني إذا بديهم يحضروا فيديو على يوتيوب فينا أحطه, مثل ما شايفين هلأ حطيت مثل إنه جبت فيديو عن 3D shapes وحطيته على classroom screen. فينا حتى كمان زيد صورة, فينا حط لينك, فينا حتى حط صورتي بالويب كام زيدة. هلأ عندي الكيو آر كود. بتعرفوا انه نحن اذا بدنا التلاميذ يفوتوا على رابط معين, امرار بنستعمل كيو ار كود جنريتر, يعني بنفوت على ويب سايت معين لحتى يخلق لنا كيو ار كود. اللي فينا انه هون الحلو انه فينا اخلق هالكيو ار كود على الكلاس روم سكرين, بس بحط اللينك وبخلقه, فينا بحط له عنوان او فينا اترك اللينك من فوق اذا بدهم التلاميذ حتى ياخذوا اللينك ويفتحوه عندهم. هلا بنفوت على الدروينج تول. كمان كلاس روم سكرين بيتحول لوايت بورد, يعني شوف قد في اشياء بقلبه حلوه. اذا كبرت الصوره بيصير خلص كل السكرين وايت بورد.
بنفوت على السيتنج فينا نغير الباك جراوند، فينا نحط اذا في رايتنج او جراف للمات، او حتى مثلا اذا عم نتعلم عن الساعه فينا نحط صوره الساعه، وفينا نعمل نشاط نحن والتلاميذ سوا على السمارت بورد او حتى اونلاين. رح فرجيكم مثلا كيف فيكم تستخدموا هيدي الباك جراوند اللي انا هلا حطيتها. مثلا بكتب لهم، بفوت على التكست اللي هي حد الدرا، وبكتب التعليمات لهالنشاط. مثلا بقول لهم tell the time under each clock، وبصغر الانستركشن وبحطها على جنب، وحتى فيني غير لها لونها بس تتبين تكون ظاهرة أكتر، وإذا بكبس هيك بتبين كأنه موجودة على جنب. وهلأ فيني اشتغل على الدروينج تول، يعني بستعمل التكست ودروينج مع بعض. بكتب على الدروينج تول الرقم الساعة، بعطيهم إياه للتلاميذ إنه هلأ مثلا الساعة 2:15، وبيجوا بيطلعوا على السمارت بورد بياخدوا القلم وبيحطوا قدي الساعة بيرسموا. هيك فيهم يتفاعلوا أكتر مع الأكتيفيتي من ما أنه نحن بس نطبع ورقة ونعطيهم إياها. كمان رح فرجيكم كيف فينا نستخدمها بطريقة تانية. إذا كبسنا مثلا على الجراف للماث، ولنقول عم نشتغل على الملتيبليكيشن، كمان بستخدم التكست يلي هي حد الدرو، وبكتب عليها مثلا 2 ضرب 4. اذا بدي اشرح لهم كيف يعملوا 2 ضرب 4 على السمارت بورد، او حتى اذا كنا عم نتعلم اونلاين، فيني استخدم الدروينج حتى محل الرسم لارسم عليه. سو محل بكتب ومحل برسم، وهذا الحلو بكلاس روم سكرين. هلا عند الورك سيمبلز، يعني هولي أجمل شيء فيها، لأنه هن والتلاميذ عم يشتغلوا فينا حطهم فرجيهم كيف بديهم يشتغلوا. مثلا إذا لازم يسألوا لحدهم، أو لازم يشتغلوا بمجموعات، أو لازم يشتغلوا على صوت واطي، أو حتى بلا ما يحكوا مع حدا. كمان مثل ما هون شايفين، بس لفرجيكم أنا كيف بستخدم التكست. بكتب عادة بس فوت على السوف، بفتح كلاس روم سكرين وبكتب شو هن أهداف لهيدي الساعة، شو رح نعمل اليوم خلال النهار. مثلا we will write fiction stories, we will create a success criteria in groups. إذا بالعربي كمان فينا نكتبهم بالعربي. هيدي الترافيك لايت فينا نستخدمها إذا بدنا، كمان عن جد فيكم تستخدموها مثل ما بدكم يعني، بس بطرق من الطرق اللي أنا بستخدمها هي إنه هنا وعم بيشتغلوا بتكون ضوية أخضر، بس يبلش يخلص الوقت يبلش يتغير لونه، وبس توصل للأحمر يعني خلص الوقت. حتى بنستعمل كتير تايمر، والحلو بالتايمر انه في بقلبهم لوبس، يعني اذا هن عم يشتغلوا بقلب مجموعات وكل مجموعة عندها 10 دقائق لتشتغل، بكبس على اللوب وبيتغير الوقت كل 10 دقائق. وحتى في عنا الستوب واتش، وفي عنا الساعة فيها نحطها، وحتى في عنا الرزنامة فيها تبين، وخصوصي للولاد الأصغر ليشوفوا كل يوم قديه تاريخ وقديه الوقت. منفوت على هوم نرجع، رح فرجيكم هلأ كيف فيكم تستخدموا بول لتقدروا كمان بنهاية الساعة تاخدوا رأي التلاميذ وتشوفوا مثلا شو حبوا بالحصة شو ما حبوا، يعني يعملوا مثل لحظات تأمل أو reflection. فينا ننقي عدة أشياء نعملها، مثلا أنا نقيت smileys وسألتهم what do you think of today's session. هلأ الشغلة هون بس إنه ما فينا نبعث لهم اللينك للولاد، هن بدهم يقوموا على السمارت بورد ويعملوا. رح فرجيكم هلا النيو جروب ميكر كمان، بما انه هو الليستة تبعيت التلاميذ موجوده اوريدي، بقدر اعمل جروبس وبقدر احدد قد ايه بدي كم جروب، وبكل جروب كم تلميذ بدي يكون في بقلبه، يعني مجموعات. مثل ما شايفين بكبس على كرييت جروب وبيبينوا اسامي التلاميذ عشوائيا بحطون مع بعض. فينا انا اذا عبالي تلميذ معين يشتغل مع حدا معين انا اقلب فيها، واذا بكبس على الثلاث نقط فينا حدد انه مثلا هيدا التلميذ انا ما بدي اشتغل مع هيدا التلميذ، وفينا حدد له للتول انه ما تحطون مع بعض. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. stay tuned حتى نتعرف سوا على غير اونلاين تولز بالفيديوز اللي جايين.